خاطر ترجع على السيد احمد حسن مره تاني. احمد حسن يفتح هناك خالص عند بركات، استلام من بركات ومعاه احمد كمال. بركات بركات يعدي بالعرض يا ولد العين. حسام غالي تسقيطه طويله خطيره خطيره وهوبا والهدف. هلا 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 يا ابو تريكه، هلا 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 يا ابو تريكه. حلوه 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 حلوه، متابعه جميله جدا 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 من ابو تريكه في التوقيت روعه الروعه. راحوا على مديرهم الفني حسام البدري للتعبير عن الحب. كل اللي انتوا شايفينه ده حب في حب في حب، ما يعملش كده اللعيبه الا اذا كانوا بيحبوا مدربهم حتى الثماله. لكن اتلعبت حلوه قوي 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 قوي، راحت لبركات اللي قرى عليها قرى عليها، مش قرى قرى يعني قرى عليها. بص راحت له ازاي، راحت له بمتابعه روعه من احمد حسن، ضربت في ثنائي قلب الدفاع وراحت له على طبق من فضه. اللمبه والحطه والبطه والنطه حلوه 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 حلوه. محمد ابو تريكه يفض اشتباك سخيف وثقيل استمر قرابة الستين دقيقة عشان يدينا هدف حلو في توقيت حلو، يدينا عشرة